650 ألف مصري. ال 650 ألف مصري دول على الأقل فيهم 325 ألف كانوا مجندين في القوات المسلحة. لو قسمت ال 325 ألف على 2 بقوا 150 162 ألف واحد مجندين في القوات المسلحة في سن الشباب أقل من 30 سنة. طيب أنا ليه ما بقولش لل 162 ألف دول اللي في ليبيا انضموا فورا إلى جيش اللواء خليفة حفتر الذي أعلن البرلمان الشرعي أن اللواء الجنرال خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي الوطني. وأطلب خليفة حفتر أقول له ال 162 ألف اللي هيقول لك يتقدموا براءهم من جوه ليبيا منه في ساعتها أنت يا ابني رايح هناك تعمل إيه؟ رايح أشتغل. طيب يا عم هتروح تشتغل مع اللواء خليفة مع الجنرال خليفة بتاخد كام؟ باخد 2000. لا يا عم اديله 5 في 48 ساعة. وأنا بناشد كل المصريين اللي في ليبيا في سن أقل من 30 سنة وخدموا في القوات المسلحة المصرية واتجندوا في القوات المسلحة المصرية يروحوا يتقدموا بطلبات الانضمام إلى الجيش الليبي الوطني بقيادة الجنرال خليفة حفتر. ولو تم هذا الوضع أنا هاخد دول اللواء خليفة حفتر برجالته مع بعض الرجالة من عندنا من الجيش بتاعنا هيعملوا دورات تدريبية لمدة 21 يوم بس، لأن أنت عندك عسكري مقاتل سابق كان في الجيش هتديله تدريب 21 يوم. هيبقى أنت حولت قوة الجيش الليبي من 30-40 ألف إلى 200 ألف في ليلة من المصريين. أنا إزاي أستخدم القوة البشرية اللي عندي؟ لا، الفلسفة التقليدية إيه بقى؟ المصريين هناك هنضرب لا إيه يا عم؟ طب ما أنا دول أنت عايز منهم إيه؟ يشتغل. حاضر. هما لو جم هنا هيعملوا إيه؟ طب ما هما ممكن يتم استدعائهم في الجيش ويرجعوا. وبعدين هو بيحارب لصالح مين؟ ده بيحارب لصالح مصر، ما هوش مرتزق. معنى كلامي حد يفكر إن هو مرتزق، مفيش حاجة، مفيش عربي واحد يحارب مصري واحد يحارب في أي دولة عربية تقع عليه مرتزقة بالجزمة على دماغ اللي جاب أم اللي يقول هذا الكلام، لأن المصري هو الأول عربي. أنا بحارب عشان جنسي، اللي في ليبيا ده أخويا توأمي. وهنروح بعيد ليه؟ صدام حسين في حربه ضد إيران مين اللي كان شايل الجيش العراقي يا أستاذة حياة؟ تعرف كان في كم مقاتل مصري؟ كان في 175 ألف مقاتل مصري في الجيش العراقي بيحاربوا إيران، وكلهم كانوا رايحين يشتغلوا في العراق، وكلهم اللي قضوا الخدمة العسكرية في مصر. وصدام قال لهم تيجوا، قالوا نيجي، ودخلوا معاه. لولا ال 175 ألف دول كانت إيران دخلت بغداد. طب ما هو اتعمل. طب ما نقول الكلام ده للجنرال خليفة حفتر. جنرال خليفة حفتر انت عندك 650 ألف في مصر، لا أقل شيء هتلاقي فيهم 160 ألف جاهزين لأن هم ينضموا إليك وياخدوا دورة تدريبية 21 يوم، وهنبني جيش. يا فندم انت عارف 162 ألف دول يعني ايه؟ دي قوة. ده لا تقولي لي داعش ولا معش ولا لباب، ولعلمك بقى اغلبهم صعايد، اغلبهم صعايد. وهي شوفي هينضفوا ليبيا. وانا ماليش، انا ما تدخلتش، انا مفيش عندي تدخل عسكري. على ما نبقى نعمل شغل، الهدف ان انا اعمل درع قبل الحدود بالاشتراك مع قوات البي، لان المؤامرات جايه ورا بعضها في عده اتجاهات. يعني كان حد يعرف ان في خطه قانونيه معموله؟ انا اللي قلت، وقلت معموله ازاي وفين وايه الحدود. طيب الجيش العربي لما يتعمل هيبقى في اماكن تمام.
التمركز. تمام؟ أماكن التمركز منها جنوب المملكة العربية السعودية. سيتم التمركز في جنوب المملكة العربية السعودية. لأن المخطط هو ضرب المملكة العربية السعودية من الجنوب. طيب، المخطط الثاني للمصر أن ترسل مصر قوتها إلى اليمن للدفاع عن المملكة العربية السعودية. لا يا أخوي، أنا بقى لا هبعت اليمن ولا هسيب السعودية، أنا هطلع أتمركز في جنوب السعودية، اللي يقرب من الحدود السعودية يموت.